بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي متابعين قناتي، مرحبا بكم في أول درس من الربح من الإنترنت عن طريق البيتكوين. عندما نتحدث عن البيتكوين نتساءل ما هو البيتكوين أصلا؟ بشكل مبسط فإن البيتكوين هي عبارة عن عملة إلكترونية يمكن قراءتها ومقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عبارة عن عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى عملة تقليدية. الجميل في العملة أنها يمكن يعني تحويلها إلى أشخاص أو التداول أو الشراء بها دون اقتطاعات، يعني بدون أي اقتطاعات، لأن كما تعلمون أن العملات الأخرى لديها اقتطاعات، لأن هناك يعني جهة مركزية خاصة بها. سنتحدث الآن عن ما هي مميزات البيتكوين. من أبرز مميزات البيتكوين كما تحدث من قبل الرسوم المنخفضة والسرعة. جميع المعاملات التجارية التي تتم في الإنترنت لا بد من وجود الوسيط الذي بدوره يأخذ عمولة. أما فيما يخص تعاملك بعملة البيتكوين لن تحتاج إلى أي وسيط، ستكون مباشرة، وبالتالي لن تكون مضطرا لدفع العمولة، أي تقوم بتحويل البيتكوين واحد على سبيل المثال، فالشخص الذي قمت بتحويله يستقبل واحد بيتكوين، يعني بدون أي اقتطاعات. بالنسبة للسرية، السرية لأن تحويلك للبيتكوين لأي شخص لا تتطلب معرفة عنوان البريدي أو اسم أو شيء من هذا القبيل، لكن هناك بعض الأشخاص من يحبون أن تكون معاملتهم التجارية خاصة، يعني بدون أي بسرية، كما أنها تقلل من سيطرة الحكومة والبنوك على العملة، يعني لأنها سرية لا يمكن الحكومة السيطرة عليها وكذلك البنوك، وهي العملة الأكثر انتشارا في العالم بأسره. الفرق بين يعني العالم بأسره والعرب، يعني هناك يعني عدم معرفة العرب بهذه العملة الرائدة. هذا ما جعل من الأجانب يستغلون يعني الربح بهذه العملة أكثر من العرب. نتحدث الآن عن وحدات البيتكوين. كما تعلم أن أي عملة، يعني عملة سواء عربي أو يعني مثلا هناك في المغرب عملة الدرهم لها وحدات كالسنتيم. كل عملة في العالم لها وحدات، فمثلا الدولار لديه وحدات مثل السنت، أما بالنسبة للبيتكوين فله وحدات مثل الساتوشي والبيتس، وقيمتها بالنسبة للبيتكوين كما يلي: 1 بيتس يساوي 0.0005 بيتكوين، وهذا رمز بيتكوين، يعني بي تي سي، هذا رمزه. 1 بي تي سي يساوي 1 مليون بيتس، يساوي 100 مليون ساتوشي. أين يتم تخزين البيتكوين؟ يعني أي عملة إذا أردت تخزينها فلا بد لك من شيء، محفظة مثلا. كما للبيتكوين، تخزين البيتكوين يكون في مكان يسمى بالمحفظة، ويمكنك الحصول على محفظة بسهولة تامة عبر عدة مواقع هي التي تمنحك المحفظة، وبواسطتها تقوم بتخزين البيتكوين التي تمتلكه. وأهم هذه المواقع والآمنة منها والتي هي موثوقة 100% هي محفظة الإكزابو وبلوكشين. هناك أيضا محافظ أخرى، لكن سنتحدث عن محفظة الإكزابو إن شاء الله في المرة القادمة. طريقة عمل البيتكوين.
من وجهة نظر المستخدم، فالبيتكوين لا شيء أكثر من كونه برنامج جوال أو برنامج كمبيوتر يقوم بتوفير محفظة بيتكوين شخصية، ويسمح للمستخدم بإرسال واستقبال عملات بيتكوين باستخدامه. هكذا تعمل البيتكوين لأغلب المستخدمين. خلف الستار، يعني هذا نظرة، خلف الستار تتشارك بشبكة البيتكوين جسر عام يسمى البلوكشين أو سلسلة البلوكات. الجسر يحتوي على كل معاملة تم إرساله يوما ما، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مستخدم من التأكد من صلاحية كل معاملة. صحة كل معاملة محمية بواسطة توقيع إلكتروني يتوافق مع العنوان الراسل، مما يسمح لجميع المستخدمين التحكم كامل في إرسال عملات البيتكوين من خلال محافظ البيتكوين الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أي أحد إتمام المعاملات باستخدام قوم حاسبة خاصة بأجهزة متخصصة. هنا يعني الفكرة الرئيسية في هذه المقالة أنه لا بد من أن تعرف أن أي عملية يمكن يعني يقوم بها المستخدم بالبيتكوين تمر عبر جسر بلوكشين. هذا ما يجعل من الصعب على أي شخص، يعني أي شخص يعني التزوير في البيتكوين. نتحدث عن قيمة البيتكوين بالدولار، يعني عندما نتحدث عن قيمة البيتكوين بالدولار سنتحدث عن قيمتها في جميع العملات. قيمة البيتكوين عند كتابة هذه الأسطر، يعني في شهر، يعني في هذا اليوم، هي 1 BTC يساوي 442.6 دولار. لكن هذه القيمة تتغير وتنخفض حسب الإقبال الذي لدى معرفة قيمة البيتكوين في كل يوم. يمكنك الدخول إلى هذا الموقع brave.com. سنتحدث الآن عن كيف أكسب البيتكوين. هذا هو الطريق، يعني بداية خاصة بطريقة كسب المال من البيتكوين. هناك طرق عديدة لكسب وربح البيتكوين. من الناس من تكسب البيتكوين من خلال مواقع ضغط على الإعلانات أو مواقع ألعاب الحاسوب التي تعطي بعض الساتوشيات، لكن بالنسبة لي أفضل طريقة لكسب البيتكوين التعدين. فما هو التعدين أو التنقيب عن البيتكوين؟ وكيف أصبح من المنقبين على البيتكوين؟ سنتحدث عن هذه الأشياء في الجزء القادم إن شاء الله. تحياتي لكم، المر التسجيل في قناتي ليصلكم جديدنا إن شاء الله. تحياتي لكم وإلى اللقاء.